تقدم الآن محاولة للفجيرة، كرة بتلعب أمامية خطيرة، جول خطيرة، جول الفجيرة والفجراوية يتقدمون، الفجراوية في معقلهم يتقدمون في هذه اللحظات ويسجلون أول الأهداف ليتقدم الآن فعلا الفجيرة. الجولة القادمة ستكون في 17 أكتوبر، كرة ملعوبة أمامية، محاولة من خيمينيز، كرة جول، عودة الفرسان، عودة الفرسان الآن، عودة الروح من جديد، لكن بتصرف وبإتقان تمام التمام من خيمينيز. خيمينيز هو اللي تصرف، خيمينيز بمجهود فردي رائع، خيمينيز بلمسة جميلة وبسيطرة جميلة وبإمضاء جميل وببصمة جميلة، إذا يتمكن خيمينيز من إعادة الفرسان من جديد. لاحظ لاحظ، فعلا كرة جميلة شاهدها، الكرة الماضية من خيمينيز اللي يعيد الفرسان إلى الواجهة من جديد، وتنفس الفرسان الصعداء. ياهو إحراج يعني كبير، البطل يتأخر كان بهدف مقابل لا شيء، لكن الآن خيمينيز يعيد الفرسان فعلا.